بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أما بعد، فقد بينت بفضل الله تعالى ومنه وكرمه كيف ترقي الماء وتقرأ عليه بنفسك، فأحببت أن أتحفكم ببعض الفوائد في هذا الباب. أن على القارئ أن يستحضر قلبه أثناء قراءته على الماء، ولا يكون غافلا أو ساهيا أو جاهلا بما يقرأ، وعليه أن يقرأ بتدبر وتأني حتى يكون هذا الماء شافيا وكافيا بإذن المولى عز وجل. إذن هذه فائدة، أسأل الله عز وجل أن ينفع بها الجميع، آمين، والحمد لله رب العالمين.